بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم وبرنامجكم ملك وكتابه. ايام تتحدث فيها مصر عن نفسها. رحم الله شاعرنا الكبير ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس أهلا بكم اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم والحلقه 693 لقاء الخميس من ملك وكتابه كل سنه وحضراتكم طيبين. أيام قليلة بل ساعات قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين وكل سنة يا رب مصر في أحسن صحة وحال إن شاء الله. إيه؟ نص دقيقة بالضبط قبل ما أجي قبل ما كنت أتابع خطاب أو تقرير أو حديث السيد رئيس الوزراء أيوه طبعا في 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 الحضور الكبير في استاد ولقاء ال... الرئيس في مؤتمر حياه كريمه و... والرئيس وتابع بقيه اليوم والايام السابقه واذهلني وان كنت انا اتابع بس كنت عارف انت ايه بتشوف كل حته لوحدها لكن في هذا الخطاب الشامل الذي اوضح تماما ما فعله هذا الرئيس العبقري الشجاع الجريء الذي اقتحم كل المستحيلات التي كانت تبدو مستحيلة صحيح وأدهشني تماما مشروع تطوير القرى المصرية أوه. في إشارة من السيد رئيس الوزراء أنه هو ده مشروع القرن رغم أهمية كل المشاريع السابقة م. تكتشف يا أستاذ إبراهيم أن التطوير سيتم في البنية التحتية صرف كهرباء مية،, ميه طرق مم. غاز ثم بنيه صحيه مقر دائما وقوافل متنقله فيها احدث التكنولوجي مم. ما يحدث في مصر يا جماعه لا يصدق ويجب ان احنا كلنا نكون على مستوى نتعامل مع فرص العمل المتاحه الريف وكيف سيتطور الحياه الكريمه صحيح الكواليتي بتاعه الحياه بقى اه فهي مصر اليوم تتحدث عن نفسها وحتى كده في الاخر وفي الرياضه الاهلي هيلعب باذن الله لاسعاد الملايين بإذن الله باذن الله